السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يا إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض واتش بريسلت كلاس. يلا نشوف إزاي. من فرونت هرسم دايرة واحد وأوفسيت بوينت 7، بعدين اكسترود كيرف بوث سايد 4. هحرك الاسطوانة دي 2.4 وعمل ميرور. هرسم سيرفس من نهاية الاسطوانتين بالمنظر ده. هرفعه لحد فوق بس بدون اي تداخل بينه وبين الاسطوانة وأوفسيت بوينت 7. هعمل منه ميرور لتحت وهرفع ده لنهاية الاسطوانة. وسكيل 1 دي لنهايتهم بالمنظر ده. اما الجزء اللي فوق ده هعمل له سكيل لحد ما يكون طوله 9 واعمل بند للجزء ده. هنيجي بقى هنا وهنعمل اكستراكت، اكستراكت سيرفيس كوبيس. انا عاوزه من السيرفيس ده جزء بس عشان يقفل معايا، بس هنا السيرفيس مقطوع. هختار سيرفيس سين واحرك الخط ده لحد الميد، بعدين استلت ايزو كيرف لحد هنا مثلا. وأوفسيت بوينت 7. هعمل فيلت من تحت بوينت 5 وده الجزء اللي فوق. وهنيجي هنا نقسم الاسطوانة دي لتلاتة. هعمل دوبليكيت اتش هنا وهنا واختار توين بتوين تو كيرفز واختار 2. بعدين هختار الواير كت وهخليه اتجاه واحد بس كيب اول يس، ونشد لحد الدايرة التانية بالمنظر ده. كده الجزء ده هيكون مع الجزء اللي فوق. هاخدهم على جنب كده، الاسطوانة مش ماسكة في الجزء اللي فوق. بعمل اكسترود كيرف من الخط ده لحد هنا وأفسد 2. بعدين دوبليكيت للدايرة اللي جوه وواير كات عشان تفتح هنا. طيب كده الجزء اللي فوق مش هيتحرك بحرية، هيدخل في البولي سيرفس اللي تحت ده. بعمل اكستراكت كوبي اس وحركه هنا، بعدين هقفله باستخدام كاب ونعمل بوليان ديفرنس. وده هيكون الجزء اللي تحت. طب ازاي هنركبه في اللينك والحركة بتاعته هتكون عاملة ازاي؟ هعمل اكستراكت كوبي اس للاسطوانة هنا وافسد 2، وبعدين ميرور. بعدين هرسم مستطيل من هنا والعرض 10 لحد نهاية الاسطوانة التانية. هعمل باتش وبعدين افصل 2 من فوق ومن تحت
ومن هنا اوفست 7 ونعمل تريم. هعمل سبلت للسيرفس من منتصف الاسطوانتين وبعدين اوفست 2.4 على 2، مقاس الاسطوانة على 2، بعدين دوبليكيت للدايرة اللي جوه وواير كات عشان تفتح هنا. هعمل فيلت 0.5 للجوانب بالمنظر ده. طب الحركة بتكون ازاي؟ هعمل اكسترود للدايرة دي بحيث ان ده الواير اللي هيكون داخل الجزء ده. سيتحرك بالمنظر ده. والجزء اللي هيقفل عليه القفل هعمل ميرور وهظهر الجزء الأخير، والحركة بتكون كده. الجزء الأخضر ده بيطلع ويتشال، ويركب كده. تقدر تستخدمه حسب القطع اللي عندك في اللينك وتقطع الزيادات، وممكن برضو نفرغ جزء بحيث ان هو يكون تيرمينال يركب فيه سلسلة مثلا. فهاجي من هنا واعمل اكستراكت كوبي اس اوفست 0.5 واير كات لحد هنا مثلا. بحيث ان السلسلة تدخل هنا وتتلحم تبقى ثابتة. بس كده. وبكده نكون خلصنا. فضلا وليس امرا اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد. واحنا مكملين في سلسلة الإقفال بإذن الله، ولو في قفل معين عايز ان احنا نعمله مع بعض ياريت تقولنا في التعليقات او في الفورم الموجود في الديسكريبشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.